المنتخب اللبناني أمام المنتخب العراقي. هذه المباراة تأتيكم يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، بعد يومين من الحين. هذه المباراة راح تكون مصيرية لكل من المنتخب العراقي والمنتخب اللبناني، بحيث أن المنتخب العراقي يملك 4 نقاط ولبنان تملك 5 نقاط، ويحتل المركز الثالث المنتخب الإماراتي، والمركز الرابع المنتخب اللبناني، والخامس المنتخب العراقي ثم السوري. طبعا هذه المباراة راح تكون منقولة عبر أبوظبي الأولى آسيا، CCS السعودية، بلاستكس يوتيوب الاتحاد الآسيوي، وقناة الرياضية الرابعة. طبعا على كيفكم ويانا قناة الرياضية الرابعة، يعني لو تشترك بفلوس لو ما يفتحونها مجانا. طبعا بيان سبورت وقبلها الجزيرة كانت بقطر مفتوحة ببلاش، طيب، والآن هي محتكرة حقوق التصفيات قناة الرابعة. المفروض اكو ناس يعني دخلهم محدود او هذه، المفروض ينقلونها مجانا عبر الستلايت بس داخل العراق. طبعا المنتخب السعودي محتاج نقطة واحدة ليضمن تواجده في قطر 22. المباراة الثالثة فيتنام تستضيف الصين، طبعا هذه المباراة تحصيل حاصل. والمباراة الرابعة سوريا ضد كوريا الساعة 5، والمباراة الخامسة إيران ضد الإمارات الساعة 5:30، والمباراة الأخيرة عمان ضد استراليا الساعة 7. انتظرونا في فيديو آخر حسابات المجموعة الثالثة ومن هو المنتخب العربي القادر على إحراز المركز الثالث المؤهل للملحق. في أمان الله. إلى ذلك الحين في أمان الله.